فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شخص أحاول الالتزام ولكن يتغلب علي الشيطان في كثير من الأحيان، هل تدلني على طريقة أتخلص فيها من وسوسة الشيطان أثابكم الله؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهداية، وأن يجعلنا من أهل الطاعة والولاية. أخي في الله، إذا عزمت على الخير فتوكل على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز. فلا يعجز الإنسان عن الخير ولا يكسل عنه، ولا أظن أن هناك أعظم حافزا وداعيا للعبد أن يسلك سبيل الهداية وطريق الولاية من أمرين: أولهما الخوف من الله، وثانيهما الرجاء والطمع في رحمة الله. فمن خاف الله عز وجل ورجا رحمته فهو أسبق الناس إلى الطاعات، وأبعد الناس عن الحرمات والسيئات. والله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا وعظت نفسك بآخرتك التي لا بد وأن تقدم عليها، وعلمت أن وراءك القبر وظلمته، ووراءك الحساب وشدته، ووراءك الصراط وزلته، ووراءك مؤونة عظيمة لا ينجيك منها إلا الله، وأنك ستخرج من هذه الدنيا كما دخلت فيها، وأنك إن خرجت منها فوالله لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تحول بينك وبين ربك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أخي في الله، احذر وحذر نفسك، وانتبه من غفلتك، واستفق من منامك، فإن الله لم يخلقك عبثا، ولم يوجدك سدى، ولم يجعل لك الخيار أن تطلق العنان لنفسك، أن تكون مع الأشرار أو مع الأخيار دون أن تحاسب، بل إنك خيرت بعد بين الأمرين لتكون من السعداء أو من الأشقياء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالحذر ثم الحذر أن تمضي عليك ساعات العمر حتى تنتهي إلى المصير الذي لا بد منه، وعندها تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أو يدهمك الموت على غرة فتعض على أصابع الندم وتقول: رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الموت لا بد منه، والخروج من الدنيا محتم لا مفر عنه. وإذا قبضت روحك وأسلمتها لربك فإنك مطلوب، وإنك محاسب، وتخرج من هذه الدنيا لترى أمام عينيك ما أسلفت وما قدمت، لترى أمام عينيك ما نطق به لسانك واعتقده جنانك وما عملته جوارحك وأركانك، ولا يظلم ربك أحدا. فالله الله من الغفلة، فلا أعلم شيئا يوقظك منها مثل أن ترجو رحمة ربك وتخشى عذابه. فعذاب الله شديد، وأمره محتم أكيد لا مفر لك منه ولا محيص عنه. فاحرص كل الحرص على أن تتذكر الآخرة. فمن أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى صلاح القول والعمل والزهد في هذه الدنيا والطمع في رحمة الله والخوف من الله تذكر الآخرة. فالعبد الموفق السعيد قصير الأمل في هذه الدنيا: لقد وعظك ربك وتمت موعظة الله، فلا أصدق من الله قيلا ولا أتم منه موعظة. في كل يوم نسمع بآذاننا ونرى بأبصارنا ما تنقض به المضاجع، في كل يوم نرى المرضى الذين انتهت آجالهم، ونرى الأصحاء الذين انقضت أعمارهم. يسير الإنسان في طريقه فيرى الحادث ويرى أخاه أمامه مجندلا بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا.
في كل يوم نؤذن بالموت، وفي كل يوم نذكر بالرحيل من هذه الدنيا، فماذا بقي للإنسان؟ ماذا بقي للإنسان إلا أن يجد ويجتهد؟ والسعيد من وعظ بغيره. فالسعداء هم الذين جعلوا الآخرة نصب أعينهم، ولقاء الله لا يفارقهم، فجدوا واجتهدوا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالله سبحانه وتعالى أخر عنك الآخرة لتتقدم إلى جنات عدن بالأعمال الصالحة. ثم سل نفسك مما مضى من العمر، كم سهرت مع الأصحاب، وكم جلست مع الأحباب، وكم قدمت للناس، فما الذي أخذت وما الذي استفدت؟ فالسعيد الموفق من جاءته نذر الله فإيقظته من غفلته ونبهته من منامه. فاترك أخي عنك التسويف، واعلم أن أمر الاستقامة والبعد عن أسباب الخزي والندامة واليقظة في هذه الدنيا والاستعداد ليوم القيامة هو أعظم الأمور وأجلها. فكن من العقلاء، وكن من السعداء الأتقياء، وخذ بالأسباب التي تقربك إلى الله. ومن أعظم الأسباب أن تدعو ربك، فلا مهدي إلا من هداه الله. وصدق الله إذ يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فوعدنا الله إذا استهدينا أن يهدنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. فاستهدي ربك واسأله الهداية، واسأله أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه من صلاح القول والعمل. الأمر الثاني أن تكثر سماع القرآن وتدبر آيات القرآن وقراءة القرآن، فإنه إمام هدى لكل خير واستقامة، وسبب في النجاة من كل خزي وندامة. الأمر الثالث أن تبحث عمن يقربك إلى الله، فإذا وجدت أن الأصدقاء والأصحاب والأحباب يبعدوك عن الله فاستبدل بهم أخيارا يقربوك إلى الله. فالبحث عن القرين الصالح والجد في ذلك والصدق فيه من أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى صلاح القول والعمل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.